السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. مثل ما عودكم برنامج أرض السواد دائما يتكلم بالحق، يعني تقريبا مرت على البرنامج ثلاث حكومات، كانت حكومة السيد عادل عبد المهدي وحكومة السيد الكاظمي وحكومة السيد السوداني. ثلاث حكومات تكلمنا، بعض الحكومات كان لها إيجابيات بقطاع المياه والزراعة والبعض الآخر فشل، تكلمنا على الفشل، تكلمنا تقدنا هذا الموضوع، وأيضا تكلمنا على النجاحات في بعض الأحيان. يعني اليوم ما حد ما ينكر أو ينسى أنه في أحد سنوات سيد عادل عبد المهدي، ولو هي سنة ونص سنتين، استلم رئاسة الوزراء وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، كان الخزين الاستراتيجي من المياه خزين كبير جدا، وأيضا تكلمنا على موضوع توزيع المستحقات اللي صار بها تأخير بعض الشيء تقريبا 3 أشهر 4 أشهر بزمن السيد عادل عبد المهدي، وتكلمنا أيضا على حكومة السيد الكاظمي اللي حقيقة كانت بصراحة، يعني دعنا من أسماء السيد الكاظمي أو حكومته أو كيفية اختياره، كانت من أسوأ السنوات الزراعية، يعني الفلاح وصل موسم وعبر الموسم ما مستلم مستحقات. وأيضا تكلمنا على إيجابيات السيد السوداني أو حكومة السيد السوداني لما المستحقات بعد 24 ساعة وما تأخرت مباشرة يستلم الصك أنت تسليم المحصول، مع العلم أن حكومة السيد السوداني وصلت إلى الحكم وكان خزين استراتيجي من المياه يقارب 5 إلى 6 مليار متر مكعب، وهو الأقل بتاريخ الدولة العراقية. اليوم حلقة راح نخلي الضوء على بعض المنجزات اللي صارت رغم الأزمات رغم العقبات رغم شح المياه في هذه الفترة، الفترة القياسية أكو تغيير. اليوم هل الفلاح شعر بتغيير إيجابي؟ أكو قرارات حكومية ظهرت بالأسابيع الماضية تخص قطاع الزراعة. الصراحة حكومة السيد السوداني حكومة مهتمة جداً بالقطاع الزراعي وقطاع المياه وتقنيات الري الحديث، ولكن أكيد هذا الاهتمام نريد أكثر وأكثر على مود الفلاح اليوم يعيش انتعاشه بعد الأزمات السابقة بالسنوات الماضية القليلة. طبعا أحبة المشاهدين، ضيفنا بالاستوديو الشيخ ضياء الربيع عضو اتحاد الجمعيات الفلاحية، أهلا وسهلا بك، ربي يخليك. وضيفنا عبر الاسكايب من محافظة ميسان الأستاذ جمعة الدراجة الخبير المائي، أهلا وسهلا بك. تسمعني أستاذ جمعة؟ نعم. أهلا وسهلا بك ببرنامج أرض السواد. نعم ربي يخليك. أبدأ ويا حضرتك أستاذ ضياء، اليوم جمعيات الفلاحية نقدر دائما أنا أقول عليها الجهة الأقرب إلى الفلاح العراقي، انه دائما تصريحات حكومة السيد السوداني انه الزراعة والمياه هي اولويات في هذه الحكومة، حسيتوا انه اكو اهتمام؟ حسيتوا اكو مراجعة حقيقية؟ حسيتوا اكو تغير ملحوظ؟ تحية لك والبرنامج مالك، ربي يخليك، والقناة اهلا وسهلا موقرة فعلا قناة سباقة انه خاصة عن الزراعة نظام اسبوعي. بالنسبة لحكومة السيد السوداني فعلا اكو تغيير، والدليل انه بدايه استلام الرجل، يعني احنا كنا هم الله سبحانه التفت بالمطر، صح، اضافه الى ما انطينا انتاج 5 مليون و200 الف 196 نقول 200، نعم بالضبط حتى نطيها بالدقه، وكانت يعني من احسن المواسم بشكل عام. ليش؟ انا عضو لجنه التسويق موجود، فاولا الفلاح كان الحاصل مالته خلال بالاستلام، وإضافة إلى كانت انسيابية الاستلام، يعني الفلاح اللي كان مثلا يبقى له يومين 3 أيام كان نفس اليوم بدأ يسلم، وثاني يوم إذا كل شيء تأخر، يعني خاصة يعني في الزخم اللي صار عندنا. نعم. صار عمل لي النهار، استلام جيد، فلوس انطت، هذا هو هذا الحقيقة. الفلاح راح يستبشر خير، صحيح، راح يقدر يطور عمله، راح ينتج، يحس إنه أنا أكو مني يكافئ على عمله وينطي فلوسه وينطي كمان. هاي واحدة. اثنين يعني فتح مجال الاستيراد للأسمدة، فهنا أمور كلش جيدة. نعم. إضافة إلى هو الرجل، يعني إحنا تزبيه لأنه هو من واقع زراعي، صحيح، لأنه هو رجل هو ابن الزراعة،
ابن قطعكم. ابن قطعنا فعلا. ايه. هو كان مدير زراعة ميسان وفعلا يعني ونستشير به خير إن شاء الله. بس احنا بعد هنا نريد شغلات من عنده حقيقة، نطالب أكثر من اللازم. نطالب أول وحدة بالطاقة النظيفة حتى في سبيل أن لا نحرج نروح ندور على الغاز ونروح اسمه. صح. هاي واحد. نطالب به من عنده خلني يكون يدور يرتب لنا المرشات اللي موجودة حاليا. نعم. اللي هسه احنا عندنا أزمة مياه. صحيح. يجب أن يكون عنده ترشيد. أولا الأنهر الموجودة والترع الموجودة يجب أن تبطن. تبطن بالأنابيب. نعم. هذا الصراع الحديث حتى لا يصير تبخر. صح. ولا يصير عندنا ضائعات. ضائعات مائية. نعم. فهنا عملية الزراعة تحتاج هاي الأمور حتى في سبيل تتقوم، يعني مثلا المرشات الموجودة توصلت تنطل الفلاح. إضافة إلى مسألة مهمة جدا. نعم. وهي القروض. القروض الزراعية. احنا فعلا هو الرجل، لكن اليوم يعني مبادرة رائعة جدا من أنطى مساعدة جدولة القروض واللي أخذوها للدواجن، لأن يعني الدواجن ضررت المساكين يعني ضرروا. صارت هذه الشغلات حتى في سبيل انت من تدعمها. نعم. بعد انت تنتج حتى ما تفكر انه تستورد. احنا من نستورد راح نطلع عملة صعبة خارج البلد محتاجية احنا، بينما احنا نقدر ننتج ونضرب. صحيح. طبعا انتقل للاستاذ جمعة الدراجي من محافظة ميسان. استاذ جمعة، بما انك خبير ماي وتعرف انت لك يعني سنوات طويلة بهذا المجال وتبحث وتكتب مقالات، رأيك بأداء الحكومة العراقية الحالية بملف المياه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك العزيز وإلى مشاهدك الكرام، وشكرا جزيلا على هذا اللقاء. وأود أن أعقب على مقدمتك لبرنامجك الموقر، لأن هذا برنامج أرض السواد أحد البرامج التلفزيونية المهمة التي تنزل إلى الساحة في العمل الزراعي، وكذلك عملك الميداني ولم يكن عملك في الاستوديو. ربي يخليك. ولك متابعين الكثير، وأكيد مثل هذه البرامج تأخذ صداها لتشكيل رأي عام. نعم. حول قضية معينة، لتأخذ دورها باتخاذ القرارات من قبل متخذ القرار خاصة، والبرنامج في عدد من حلقاته تسلط الضوء على الكثير من القضايا الملحة التي يعاني منها الفلاح. نعم. أما فيما يخص سؤالك، حقيقة أن منذ تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والتي ما يقارب على تشكيلها أكثر من سنة، أولت الزراعة جزء من اهتمامها. صحيح. المشاريع أخرى التي أولتها الاهتمام، ولكن ملف الزراعة ملف معقد. نعم. يرتبط بتوفر المياه، ولكن المياه تحكمه عدد من القضايا والمشاكل، ومن أولوياتها انحسار المياه وقلة الطاقات المائية من التشارك المائي وازدياد عدد السكان، وكذلك طمع الفلاح العراقي بازدياد سعة الأراضي الزراعية كونه منتج، وزيادة عدد عوائل أو أيدي العاملة. نعم. بالزراعة. وهذا الموضوع حقيقة واجهت الحكومة عقبات كثيرة بانحصار الخطط الزراعية، ولكن تحدث ضيفك على الموسم الماضي، صحيح كانت هناك قلة وإنتاج واكتفاء ذاتي، ولكن مر هذا الصيف العراقي على المزارع العراقي بدون خطة صيفية. صح. سوى زراعة محدودة لنوعية البذور المتمثلة بنبات العنبر في محافظتي النجف والديواني. نعم. نعم. نعم استاذ جمعة، أن يعني سؤالي كان أنه رأي الخبراء ومثل حضرتك، أنه هل حكومة السوداني عملت بشكل صحيح بموضوع ملف المياه، او تركته حسب الله مزاجات، مثلا مزاج تركيا فتحت المي او سددته؟ اكو عمل موضوع ترشيد المياه، موضوع استخدام تقنيات الري الحديث، بدي اشوف اكو تحرك.
حقيقة ما وعدت به الوزارة الحالية للفلاح أنه توفير التقنيات الحديثة، وصرح يعني في بداية تشكيلها أنه المزارع اللي ما يمتلك تقنيات حديثة لم يدخل الخطة، ولكن هذا الموضوع كان توقيتات مهمة في العمل الزراعي، لأن وزارة الزراعة تعاقدت متمثلة بالمديرية التجهيزات الزراعية مع وزارة الصناعة والمعادن على عدد محدود من هذه التقنيات، ولحد الآن هي لم توزع، وإن كانت هناك كمية عدد محدود أيضا يعني لحد الآن لم نشاهد أو لم تصل إلى المزارع. المياه المتاحة الآن لا تفي إلا للتقنيات الحديثة، صحيح. والعراق أيضا توجه إلى دول الخارج، وما زالت هناك مفاوضات صعبة مع دول الخارج، لا سيما وإن الجارة تركيا وضعت شروط كثيرة على العراق، وإن كان ملف المياه خارج عن الملفات الأمنية وخارج عن ملف الاقتصادي وخارج عن ملف. نعم أستاذ جمعة، أستاذ جمعة، بما أنه وصلنا إلى الشروط خلينا نشوف فيديو، أكيد راح نرجع لحضراتكم ولضيوفنا الكرام يتكلمون أكثر على هذا الموضوع والتفاصيل. خلينا نشاهد الفيديو الأول اللي ملخص أبرز التحركات الإيجابية لحكومة السودان بقطاع الزراعة والمياه. خلينا نشاهد هذا الفيديو راجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. شيخ ضياء، أريد أتوقف وياك بنقطة معينة اليوم تهم الفلاح. لما دولة رئيس الوزراء يتكلم ويقول بهذا النص، يقول لك الفلاح اللي ما راح يستخدم تقنيات ري حديثة ما راح يدخل بخطة الدعم للفلاح، هل العراق قادر بالتحول من هذا الموسم السابق ونتحول للموسم الجديد الجميع يستخدم تقنيات لو نحتاج سنوات؟ احنا اذا تفكر على هذه السنه، تحياتي الى الاستاذ جمعه الدراجي، فعلا يعني نعم. كان طرح رائع جدا وملم بعمليه اللي يصير بالواقع الزراعي. فالعمليه مال التقنيات الحديثه اللي موجوده، نعم. احنا صارنا 3 سنوات نتحدث بها، صح. الوزير السابق الرجل انا كنت وياهم بالقاعده ورجل الراي وقاعدين، واعطانا كلام على انه خلال شهر توصل، وما وصلت ولا حد الان، فهنا تحاسبني على مال هذه الامور. نعم. يجب ان توفرها. توفير هذه اي وحده. اثنين، احنا يجب ان تكون طريقه مدعومه. ليش؟ حتى تقدر انت توصلني لهذه، تدعمني اياها بحالتين. حاله من عندنا تكون عن طريق المصرف الزراعي بدون فوائد. طبعا. او فوائد تعرف الفائده 60% او 6% عفوا او 7%. اللي موجودة تصاعدية توصل إلى 50%. ها كل سنة يزيدون. هي تصاعدية. ها يعني مو فقط فائدة واحدة. لا لا واحدة واحدة مسألة عادية. فهنا العملية يجب الالتفات مع تعال. أنا من هالمكان أنا أناشد رئيس الوزراء. نعم. ونطالبه، لأن يعني هو ابن القطاع وهو يعني أمور الزراعة كلها تتوجه يمه. إحنا نريد أن تكون المصرف الزراعي يشتغل بأمور التخصصية، لا يشتغل بأمور غير تخصصية. هاي واحدة. صحيح. يجب أن يدعم الفلاح تقليل الفوائد، الفوائد لا تكون تصاعدية في سبيل حتى في سبيل يقدر الفلاح من توصل لهاي التقنيات الموجودة. نعم. والآليات الموجودة راح ينتج، راح يوصل لازم. هاي واحد. اثنين،
انت طالبني بعقار، انا فلاح من وزع القاع من بدايتها وانا صاحب زراعي بيع عندك القاسم الله يرحمه ولي حد الان. نعم. ما عندنا عقار، انا فلاح عندي قاعي، قاعي تسوى لها مليارات، اضمني بالمشروع. انت تاخذ ضمان يكون هو القعر الزراعي. اما تقول لي روح جيب بيت، والبيت يريد نص الفلوس، طلعنا الفلوس خارج الامور الزراعيه وما استفدنا منها. صح. فهنا شو نريد؟ يجب ان تكون العملية المصرف الزراعي. نعم. ان يكون للفلاح وللزراعه حتى في سبيل توصل التقنات ونقدر نشتغل. نعم، طبعا نعود مع الاستاذ جمعه الدراج من محافظه ميسان. استاذ جمعه، اريد اتوقف وياك بموضوع، قلت اكو مفاوضات مع تركيا بموضوع ملف المياه وتركيا وضعت شروط، ما هي هاي الشروط؟ شنو هي؟ حقيقه تركيا يعني وضعت شرط المياه بطريقة يعني حتى خارجة عن سياق الدبلوماسية، وجعلت من الملف المياه ملف إنساني وكأنها تتصدق على العراق. نعم. وارتبط، نعم، وارتبط ملف المياه بالملف الأمني. وحقيقة أن الحدود العراقية التركية حدود ساخنة. صحيح. كون هناك يعني القومية الكردية والبكك وجماعات مسلحة أخرى. نعم. وهذه داخلة بالأراضي العراقية، وهناك جاي تجري عمليات يعني حربية في هذا الموضوع. صحيح. لم يكن العراق طيلة هذه السنوات لم يحسم هذا الموضوع نتيجة الأزمات السياسية والإرهاب وغيرها، وهذا الموضوع إذا ارتبط بالمياه هذا يعني صعب على العراق، ويجب على العراق أن يتحرك دوليا لخروج هذا الملف أو فصل الملفات أو عزلها. وكذلك ايضا يعني بعض الناس او يقولون لازم ان نوقف التجاره مع تركيا. نعم. حقيقه هذا الموضوع ايضا بي يعني لانه حاجه العراق للمياه لا تساوي حاجه الملف التجاري لتركيا الى العراق، الا اللهم الا اذا اكتمل طريق التنميه، لا سيما وان هناك خطوات كبيره في هذا الموضوع. والبارحه كان اكو خبر يقولون بان العراق قرر الشراكه مع البنك الدولي لاتمام طريق الطريق والحزام، وهذه خطوه جيده ايضا ترتبط يعني المصالح الاقتصاديه التركيه العراقيه في هذا المجال. لكن ارتباط النفط وانبوب جيهان وغيرها، هذه إلى ايضا الى اتفاقات والى يعني ترتيبات غير شيء. اليوم النفط يخضع الى البورصه، لكن صح. المياه مورد طبيعي غير خاضع لاي اعتبارات ماديه. نعم. استاذ جمعه ملف المفاوضات. نعم. من خلال كلامك ذكرت موضوع ايصال النفط الى جيهان، وايضا ذكرت موضوع طريق التنميه، نقدر نعتبر ذني اوراق رابحه واوراق ضغط على الجانب التركي يستفاد منها الجانب العراقي؟ نعم، هذه اوراق ضاغطه على الجانب التركي، وحقيقه هناك اوراق جلب لتركيا. نعم. الا وهي طريق الحزام وطريق الحرير، هذا واحد من المشاريع التنموية الكبيرة اللي تربط الشرق بالغرب عن طريق العراق، وإن كانت هناك يعني تداعيات كبيرة أمام هذا الملف. صح. آه لا، أي يعني، لكن هذا الملف أيضا هذا مهم أيضا يكون عامل جذب إلى تركيا ل يعني تكون هناك مرونة بالتعاطي بملف المياه. نعم. نعم. استاذ جمعه، بما انه تحدثنا على المياه، السيد السوداني كان عنده لقاء صحفي وتحدث وخصص دقائق حول هذا الموضوع، الموضوع المهم جدا موضوع المياه، وتكلم على موضوع المفاوضات مع الجانب التركي وذكر الجانب التركي والجانب الايراني، شنو موضوع المياه ويا تركيا ويا ايران. فخلينا نشوف هذا الفيديو ونرجع نعلق عليه. بالتاكيد اليوم نحن امام ازمه عالميه في مسألة شحة المياه تواجه العراق والمنطقة بسبب شحة
الأمطار وتصحر ظاهرة الاحتباس الحراري، التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على توفر المياه. العراق عانى بشكل كبير نتيجة ظروف عدة، منها خارجية ومنها داخلية. حلولنا، خلينا نتحدث بصراحة، حلول آنية، ماكو حلول استراتيجية لحد الآن، سواء كان الحكومات السابقة أو الحكومة الحالية. يصير عندنا شحة مياه، وجه وفد، يبدأ الجهد الدبلوماسي وتصير إطلاقات مياه. اللي حصل في موسم الماضي، الموسم الزراعي، كان الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بأمطار، فصارت عندنا خطة زراعية، وصلنا إلى الرية الأخيرة تسميها رية الفطام، صارت شحة مياه، صارت مشاكل. فكان توقيتها تقريبا مع زيارتنا إلى تركيا، وذكرنا هذا الجانب واستحقاق العراق للحصص المائية، وبالفعل استجابت تركيا وانطت دفعات مائية مكنتنا من إكمال الخطة الزراعية اللي نجحت بهذا الشكل اللي تابعنا حضراتكم في هذا الصيف، اللي هو أقصى موسم مر في تاريخ الدولة العراقية. وزارة الموارد المائية لأول مرة تسجل هذه الأرقام لانخفاض الاحتياطي والخزين من المياه. استمرت جهودنا الدبلوماسية مع الجارة تركيا. الجانب الإيراني كان إطلاقات مياه كبيرة في نهر الكارون، بحيث حتى ما احتاجنا إطلاقات من ناظم قلعة صالح والقرنة، فاضطرينا أيضا من خلال علاقاتنا وتواصلنا الدبلوماسي مع الجارة تركيا تمكننا من مضاعفة الإطلاقات المائية قبل الزيارة الأربعينية بعشرين يوم. لغاية يوم أمس عندنا انخفاض، فكلها معالجات آنية. بصراحة أنا فكرت في هذا الموضوع كثيرا مع نخبة من المستشارين والمختصين، وإن شاء الله راح نقدم خطة لحلول جذرية، خطة استراتيجية لمعالجة الملف من كل جوانبه. المياه ليس فقط إطلاقات من الأنهر من دول الجوار وتترك المجرى كما هو، وإنما يحتاج الاستثمار الأمثل للمياه. أنا في تنقلاتي الداخلية كل ما أركب الطائرة أشوف البحيرات، دائر مدار المحافظات، بحيرات أسماك في ظرف أنت عندك محافظات ومناطق توقفت فيها محطات مياه الشرب، أكو خلل بالإدارة وهذه تحتاج له معالجة، وهكذا حتى مياه الصرف الصحي اللي يفترض أنه تعالج بشكل صحيح، لأنه أنت عندك شحة مياه وعندك مياه صرف صحي ترمى بشكل مباشر إلى الأنهر، فهذا قاعد ضعف المشكلة، تسبب لك هذه الأمراض والكوارث. فيحتاج حلول وإدارة متكاملة، هذا ما نعمل عليه، وقريبا إن شاء الله سوف يعلن، وفي جنبة قانونية سوف تكون مغطاة بقانون من مجلس النواب. استمعنا إلى حديث السيد السودان، تحدث على موضوع المياه. شيخنا العزيز، كلام منطقي وكلام حقيقي، يتكلم عن الخلل اللي صار بالإدارة الداخلية والمفاوضات مع الخارج حول موضوع حصص العراق المائية، ولكن المشكلة أن المتضرر الأكبر من هذا الموضوع ومن المتضرر الأكبر من قلة الحصص المائية هو الفلاح، وصار لنا سنوات على هذا الموضوع. ليش ما فكر الفلاح؟ وأكو فلاحين حقيقة امتازوا بموضوع تقنيات الري الحديث من السنوات الماضية، سنوات الأزمة، ليش متجه الفلاح تدريجيا إلى تقنيات الري الحديث؟ وللأسف انتظروا أنه أكو قرار حكومة أنه يجبر الفلاح على استخدام تقنيات الري الحديث. الحقيقة مو مسألة يعني يجبر الفلاح، والفلاح يعني أنت بالأساس تهيئ له، أما أنت تقول له مبادرة من الدولة، يعني أنت أعطيت المرشات الموجودة وبدعم معين وراح بعدين يجب أن دور الإرشاد الزراعي هنا راح يكون إلى دور بتهيئة الأمور للفلاحين، إضافة إلى
المصرف الزراعي والدولة تشتغل كلها في سبيل تهيئة القناة الحديثة، إضافة إلى تبطين الأنهر وتنظيف الأنهر. نعم. من المواد اللي موجودة خاصة نتكلم بها زارة النيل وغيرها. نعم. اللي لا لا زارة هاي تشف تنشف البحر. صحيح. يجب أن تطهر الأنهر. نعم. وبعدين الأنهر السواقي اللي موجودة وترع يجب أن توطن أو ضمن الري المغطى مثل ما نقول بالأنابيب. نعم. حتى في سبيل لا يصير عنده ضائعات مائية. جيد. أريد اليوم رأي الفلاح العراقي بهذا الموسم، موسم التسويق، هل سوى أكو فرق؟ يعني اليوم مثلا الإعلام دولة رئيس الوزراء حتى أرض السواد كبرنامج، نحن حسينا أنه أكو ناس استلمت وراء 24 ساعة بالأكثر بالأكثر يومين. شنو ردة فعل الفلاح؟ هل تفائل؟ بالعكس تفائلوا وفرحانين كلهم، لكنه حتى الآن الخطة الشتوية ما منطين. بعدنا ما عندنا منطقة مثل ما قال الأستاذ جمعة الدرج، قال الخطة الصيفية ما انطينا وهسا خطة شتوية هم ما عندنا لحد الآن، ما هي لازم بالطبيعة شوك لازم من التاسع أنت تهيئ نفسك حتى تقول هاي الخطة حتى كل فلاح يعرف ايش قد يزرع. لأن مثل العام اللي صارت عندنا أول مرة كانت مليون ونص، بعدين مليون ونص، بعدين صارت الله جاب المطر الحمد لله. الحمد لله اللي الله جاب الأمور. فهنا خطة ما عندنا موجودة، يجب أن توضع الخطة للفلاح وحتى يهيئ نفسه للزراعة، ويجب أن تكون دعمة بالعمليات بالتقنيات الحديثة وحتى يترشد بالمي ماله وفعلا تعطي إنتاج أكثر من اللازم إن شاء الله. خلينا ننتقل للأستاذ جمعة الدراج. أستاذ جمعة، استمعت لي حديث دولة رئيس الوزراء؟ ما استمعت الحديث الوزراء. نعم، كان عنده لقاء صحفي قبل عدة أيام وتكلم، قال إنه الجانب الإيراني وفر لنا مياه كثيرة جدا بنهر القارون، وكانت الكميات كبيرة حتى ما احتاجينا، ولكن هي المشكلة مع الجانب التركي. كخبراء بمجال المياه، هل تتوقع إنه اليوم هذه الحكومة الحالية تستطيع جلب حصصنا المائية قانونيا دوليا من تركيا؟ نعم، لو كان هناك يعني تحرك يعني مدروس وتحرك سواء كان دبلوماسي أو قانوني أو سياسي، هذه يعني القضايا المتشابكة ممكن الحصول على كمية من المياه. والدليل على ذلك كنا ندعو إلى أن يتحول الملف المياه من ملف فني إلى ملف سيادي، وفعلا قبل اكثر من شهر ونص تحول الملف. نعم. من ملف فني الى ملف فني سيادي. وعندما تحرك رئيس الوزراء بزياره الى الجاره تركيا، كانت جاءت للعراق اطلاقات مائيه كان المعلن عنها 30 يوم، لكن تم زيادتها اكثر من 30 يوم، يمكن 40 او بهالحدود. نعم. ومن كان هناك تحرك على الجاره ايران، أنا قبل كم يوم كنت بالبصرة وقفت على شط العرب وكانت مياه عذبة إلى درجة يعني تشبه إلى ماء الآرو، يعني حتى رغوة الصابون بدرجة عالية ودرجة ممتازة. يعني هذا بفضل الإطلاقات اللي كانت وصلت لنا من إيران؟ اي نعم نعم، لكن المهم يعني هذا استطاع العراق ان يحقق كميه من المياه في نهر الكارون لسد اللسان الملحي القادم من البحر. نعم. ولكن اداره ايران مطالبه بانعاش انهار سيروان والويند والانهار الاخرى. نعم. هذه المجاري المائيه ان بها كميات من المياه، لان هذا تعزز الرصيد المائي والخزين المائي بالعراق. نعم. لكن انا اود ان يعني اوضح او اتساءل مع ضيفك الكريم انه ما مصير الزراعه بالموسم القادم. هو انا اريد اسالك سؤال استاذ جمعه. استاذ جمعه، السؤال اليوم الفلاح يسال يقول لك شو وقت الخطه الشتويه؟ تقنيات مياه، تقنيات ري حديثه، ولم تكن هناك مياه متاحه يمكن للحد الادنى من الزراعه. الخزين متدني، والفلاح الان وصل الى التوقيت او نقطه الشروع للانطلاق للموسم المقبل. نعم. ولا مياه
ولا تقنيات حديثة ولا إعلان من الحكومة بما هو مصير الخطة. ولحد الآن الفلاح في حيرة من أمره. هاي منو يتحملها؟ وزارة الموارد المائية أو وزارة الزراعة؟ كلمة أشار إلها. نعم. لكن على العراق أن يتوجه إلى دول المنبع بكافة الطرق بكافة الوسائل، سواء كانت اتفاقات أمنية مثل ما حصل مع الجارة إيران قبل كم يوم من الجهات المسلحة على الحدود بالكردستان، وهذا مؤشر جيد. جيد. ومن الجانب الأمني مع تركيا أيضا يصل إلى تفاهمات مشتركة، وكذلك نتمنى أن الاتفاقيات الاقتصادية تأخذ طريقها. كل هذه معززات. نعم أستاذ جمعة. الملف المائي. نعم. العراقي. لكن قبل كل هذا يجب على العراق أن يدول القضية، حتى لو كانت هناك إطلاقات مائية يعني ممكن المعالجات يعني ترقيعية آنية، لكن يجب أن تثبت حقوق العراق المائية لدى المنظمات الدولية العالمية. نعم. هذا شيء مهم. يعني نعم أستاذ جمال. جانب أن تكون هناك اتفاقات أو دبلوماسية هادئة أو استخدام العراق سياسة التكيف مع دول التشارة المائي، في نفس الوقت يجب أن يكون هناك مسار تقود وزارة الخارجية لإشعار. نعم أستاذ جمعة، راح نرجع لك أستاذ جمعة. العراق من حالة التعطيش. أكيد. نعم. أكيد. نعم شكرا جزيلا. أكيد ابقوا ويانا. طبعا أحبة المشاهدين، قبل 3 أسابيع كانت هناك قرارات حكومية تخص موضوع الأسمدة اللي حقيقة كل سنة يعاني منها الفلاح، بأنه يكمل الآخر أنه رشة من السماد وغيرها من هذا الموضوع تكون هناك أزمة. أما أزمة أنه بالمصانع اللي المصنع اللي موجود بالبصرة، وأزمة استيراد، وترتفع الأسعار إلى أرقام خيالية تأثر بالمجمل العام على الاقتصاد الفلاحي العراقي. صارت أكو قرارات، خلنا نسمع هذه القرارات من المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية ونرجع نعلق عليها. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. نقاط كثيرة تخص اليوم القطاع الزراعي الشيخ ضياء الربيعي. نعم. أريد نقطة مهمة جدا، أنه المصانع الوطنية اللي تنتج الأسمدة حتبيعها مباشرة أو تتعاقد مع الجمعيات الفلاحية، شنو راح يفرق بين سابقا وحاليا؟ الجمعيات ايش حتسوون؟ فعلا هو الإنتاج، وهذه القرارات رائعة جدا. نعم. وإحنا يعني نشكر دولة رئيس الوزراء فعلا، يعني كل الممانة باسم الفلاحين كل يعني فعلا دعم رائع جدا. احنا عملية الأسمدة هي كانت مشكلة كبيرة. صحيح. وفعلا كل نعاني عنها، وكانت محدودة إلى شركات معينة. طالما انفتحت هسه وكلها موجودة، فتبقى هنا العملية تتوقف على الخطة الزراعية مثل ما أستاذ جمعة اللي قال على مود الخطة. ما فعلا انا ساقولها وضل الخطه الزراعيه، اذا راح يعرف الفلاح ايش قد يزرع. نعم. وايش قد يقدر يشتري. فلحد الان الامور يم وزاره الموارد المائيه والزراعه، كل سنه هم اتفاقين. نعم. يتفقون، يعني هذا يقول لك قد عندي مي، وهذا يقول لك عندي هاي الارض. تحسون التاخير اللي صاير الان انه اكو كل جهه لها راي؟ احنا دائما كل سنه ان وزاره الزراعه تطالب بمساحه اراضي مسقيه اكثر. نعم. وزاره الموارد ترفض هذا الشيء. هي هذا كل سنه لازم يتفقون. نعم. ويقعدون ويوقعون مذكره يرفعون رئيس الوزراء، هذا قانون، بالاضافه الى ظهور الجمعيه الفلاحيه اللي انا حاضر يا مرتين. انت نعم حاضر وياهم بالخطه. حاضر وياهم بالخطه. نعم. نعم ممتاز. فهنا العمليه يجب ان يكون يسرعون بالعمليه هسه حاليا الخطه. نعم. حتى يعرف الفلاح ايش قد راح يزرع وايش قد راح ينطونا مي. نعم. حتى ذي الساعة راح يقدر يشقد يشتري أسمدة. سؤالي، هل تستطيع اليوم الجمعيات الفلاحية أن تدير ملف الأسمدة وتوزيعها للفلاحين بصورة جيدة؟ عندكم القدرات؟ ليش لا؟ نعم فعلا، لأن احنا عندنا جمعياتنا ترى بكل العراق 1060 جمعية، أضافة إلى عندنا 15 اتحاد محلي، يعني كل محافظة اتحاد مثلا ميسان ذي إيقاف بغداد ميسان خصوصيته. نعم. ولا شخصيته ولا أموره، وهذا كل اتحاد محلي ممكن يطالب الاتحاد المركزي يقول لهم يابا هذا انت خطتك انت فلاحينك بالمحافظة ايش قال عندك، راح تكون ترتب لي هاي كل الامور وتستلم هاي الكمية، بس تبقى تتأخر على الخطة
اللي موجودة ويعرف الفلاح ايش قد يزرع وايش قد راح يطول. تطالبون بإقرار الخطة بأسرع وقت. نعم بأسرع وقت. نعم. انتقل إلى الأستاذ جمعة الدراج. أستاذ جمعة، قبل 3 أسابيع شفت القرارات الحكومية اللي تخص موضوع القطاع الزراعي، وأيضا أنت لك الخبرة الكبيرة بالمجال الزراعي وفقط خبرة بالمجال المائي. أستاذ جمعة، اليوم مثلا تحويل 100 مليار من دعم الأسمدة إلى تقنيات الري الحديث وفتح استيراد الأسمدة، واليوم كانت مشمولة بموضوع المواد الخطرة، بعض الجماعات الإرهابية استخدمتها في فترة من الفترات، وإحنا الوضع الأمني تغير الحمد لله والشكر. رأيك بهذه القرارات؟ أستاذ ظفر، يعني حقيقة هذه الجوانب الفنية يعني لدى الدولة جهات فنية ولديهم أجهزة للفحص والنوعية، وهذا الموضوع يجب أن لا تكون تأثر على العملية الاستزراع، والفلاح ما له دخل في هذا الموضوع. دولة لديها مؤسسات كبيرة ولديها معرفة في هذا الموضوع. الفلاح يريد موضوع جاهز، يريد يعني من توصله من اللولة الخطة مالتك هلقة، يريد البذور تكون توصلها بالوقت المحدد بالتوقيتات اللي هي للموسم الاستزراع، يريد الأسمدة تصل بالتوقيتات المحددة، فهو ما له دخل في هذا الموضوع. إن عرقلة وصول البذور وعرقلة وصول المستلزمات الأخرى سواء كانت أسمدة أو مبيدات راح تكلف الفلاح، لأنه راح يضطر يشتري من السوق الموازي بأسعار أخرى. صحيح. وغالباً ما تأتي هذه المستلزمات بعد أن يزرع الفلاح، وهذا يعني هاي العملية تشكل قضية إرباك للمزارع. نعم. إحنا حقيقة يعني حقيقة كل هذه الأشياء ممكن الفلاح يتغلب عليها. إن شاء الله. قضية واحدة لا يمكن الفلاح أن يتغلب عليها، وهو تأمين حصة المياه. أريد أسألك سؤال أخير أستاذ جمعة. أستاذ جمعة، أكو أحد القرارات اللي تكلم بها الأستاذ باسم العوادي المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، قبل كان أنه صار قرار وقرار متلفز وتلفزيوني، كان يعني في فيديو شاهدنا رئيس وزراء قال الفلاح اللي ما يستخدم تقنيات الري الحديث ما راح يدخل بخطة الدعم. الآن تحول القرار، صار مرن أكثر، قال اللي يستخدم تقنيات ري حديث نشتري المحصول مالته بسعر آخر عن الشخص اللي يستخدم تقنيات أو ما يستخدم تقنيات ري حديث الري القديم. رأيك بهذا القرار إيجابي اليوم يعطي حافز للفلاح للاتجاه بأسرع وقت أستاذ؟ نعم، يعني أنت من توفر للفلاح هذه التقنيات ممكن يستخدمها، لكن أنت ما وفرت لها الجهد الحكومي يا الدولة العراقية، أنت ما لم توفر هذه التقنيات للمزارع العراقي. صحيح القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء يعني يوم أمس سألت على أسعار الأسمدة، يعني صارت أكثر نزولا، يعني نزلت صح بالسوق الموازي. نعم. وهذا أيضا يعني يشجع الفلاح، لكن مهما يكون يعني ممكن الفلاح يشتري الأسمدة ويشتري كما قلت لك ويشتري البذور أو خازن البذور، لكن القضية قضية الماي، يعني هذا صحيح الموضوع اللي يقض مضاجع الفلاحين. نعم، كل التحية والشكر لك أستاذ جمعة الدراج الخبير المائي من محافظة ميسان على كل هذه المعلومات، وشكرا جزيلا للشيخ ضياء ربيع عضو اتحاد الجمعيات الفلاحية. بس احنا نريد مسألة بعد اضيفها. نعم. مسألة الخطة الزراعية ان تكون مستعجلة. نعم. من خلال برنامجكم، اضافة الى عملية المرشات بأسرع انت من تقول لي تعال انا هذه انطي امتياز عن هذا، انت ما موفر لي اياها. نعم. انت انطيني اياها واذا ما توفرت هذه. نعم. شكرا جزيلا. ودور مصرف الزراعه ربي يخليك. شكرا يا رب يحفظكم ان شاء الله وبارك الله فيك. شكرا احبتي المشاهدين، لو لا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الغصه، ونلتقيكم بحلقات اخرى. الى اللقاء.